انا ما زال عندي جواب على الاستاذ العرباوي. حاول افضل حكومه، هو كان لطيف وما قالش مزيان تكذب، قال اللي قالته مش صحيح. صحيح اللي قلته. ديما ثم تاكيدات على انها افضل حكومه عرفها تاريخ تونس. ومش شرعيه برك. وكتحب نلملك المدونه اللي فيها التصريحات هذه، حاضر باش ونبعثها لك. افضل حكومه بالشرعيه، بالله مساله الشرعيه نحب نعلق عليها. راهي الشرعيه ماهيش تفويض مطلق وماهيش تفويض ازلي. وراهو كونك تستاهل الشرعيه اللي خليتها مرتبط بادائك. اذا كان الاداء معناها ما كانش على قدر الثقه، راهو الشرعيه يغلبها الشارع. وانا نتمنى ان ما نوصلوش لماذا بيا ترجلوا اموركم وتنجزوا استحقاقات الفتره هذه ولو بصفه متاخره وفي اقرب وقت ممكن، خير من اللي يخرج الشارع، لانه الشارع يغلي وغير مامون العواقب. واحنا نشوفوا مش لازم يعني نتهموا المعارضه ولا الناس اللي هيجوا، الناس هيجه بطبيعتها، الناس عندها برشا قلق. انا ننصحكم بهذا، فايدتكم وفايدتنا كل فايدة البلاد. توا في التعامل مع التجمعيين، انا لتوا ما زلت ما فهمتش شنو ناويين تعملوا في قانون العزل السياسي، شكون باش تعزلوا؟ ولكن اللي فهمته وفهموه التوانسه الكل، هو التجمع كي يدخل معاكم يولي ناس ملاح، وكي يمشي مع ناس اخرين مثل نداء تونس، وانا مانيش مع نداء تونس، نظن هذا واضح في كتاباتي وتصريحاتي، يولي خايب وفيه العيوب السبعه. احنا نشوفوا تسميه تجمعيين سابقين حتى في مستشارين في الوزاره الاولى، ومعناه والناس اللي قاعده تحسب والصحافه اللي قاعده تكتب والناس اللي قاعده ترصد راهي تخرج قوائم طويله عريضه. فهذايا معناها انا اقول وقتها ما ولاش المساله الموقف من المساله التجمعيه مربوط باراحه البلاد من افات الناس هذوما اللي خانقوا المجتمع واللي وصلونا للي وصلنا له. خاطر بن علي راهو ما عملش وحده اللي عملوا، عاونوه برشا ناس منهم وسورتو التجمعين. اذا ما معنى العزل السياسي؟ انتم يعني عندكم سك غفران كي تعطيوه للتجمعي، ولا حتى لرجل اعمال فاسد يولي باهي، ولا لاعلامي ما عادش يساعدكم ولا يعمل في القلابس مثلا، وقتها تولي معناها المحاسبه. وكيف يبدا داخل في الخط؟ وهذا شيء يا استاذ العرباوي ويا انتم جميعا نقول لكم يعني بكل حسن نيه، راهو ملحوظ ملحوظ. يعني لا انا ماذا بيا نشوفكم قابلين لمراجعه انفسكم. طيب. وجل من لا يخطئ نراجع انفسنا. انتم بحاجه للمراجعه يا سيدي.